السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود نيابة عنكم جميعا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع الطاقم الإداري والتربوي والخدماتي لمؤسسة دعاء الديكوني، وباسم هذا الطاقم أود أن أشكر مؤسس الدعاء الديبوني الحاج أحمد الديبوني وأولاده جميعا، وخصوصا المشرف على تسيير المؤسسة الأستاذ طه الديبوني. كذلك لا يفوتني أن أنوه بالمجهودات الجبارة التي بذلها الطاقم التربوي لمؤسستنا، كل باسمه وصفته ومادة تخصصه. جميع الأستاذات وجميع الأساتذة مشكورين على مجهوداتهم الجبارة، وأخص أيضا بهذه المناسبة لأوجه الشكر الجزيل إلى كل من ساهم من قريب أو من بعيد في تنظيم هذا الحفل الختامي وسهرة على الإعداد الجيد من أجل إخراجه في هذه الحلة الجميلة. Thank you.
I'm gonna
من نصيب التنبيه المجيد رجاء رايان.